فريق برنامج الثمرة يواصل رحلاته بجميع محافظات الجمهورية، ودلوقتي هنروح في زيارة لمحافظة دمياط، وهناك هنزور واحدة من مزارع إنتاج الألبان والتربية المميزة في مصر، واللي بتقدم كل لتر من الحليب الخام كامل الدسم طبيعي 100% عالي الجودة. وشفنا إنتاجية اللبن العالية من سلالة أبقار الهولشتاين الألماني والأمريكي، واللي بتتميز بالإنتاج العالي والمناعة الممتازة. الدكتور فوزي حمودة، مدير أحد النماذج النموذجية للأبقار الحلاب بدمياط، أهلا بك. أهلا بحضرتك. عرفنا بها هنا في المزرعة السلالة، الأعداد، التعامل إزاي بيبقى مع البقرة في اليوم. بداية كنا بادئين باستيراد الأجلاد ديت أشهر، فوق الست شهور من 6 لـ 8، بادئين بحوالي 100 رأس، والحمد لله النهارده حوالي 300 راس حلاب. متوسط انتاج البقر حاليا في الصيف او في الشتاء حاليا بيبدا من حوالي من 35 كمتوسط انتاج البقر كتوتال يعني، لكن ما شاء الله في بقر بوصل 50 كيلو 60 كيلو، وفي بقر حاجه و20. فبنتكلم تبقى 60 كيلو اعلى انتاجيه. اعلى انتاجيه تمام. بس طبعا ده كله تحت الرعايه، التغذيه اهم حاجه يعني، التغذيه رقم واحد. البقر تديك تغذيه مش مظبطه او مش منتظمه معاك مش هديك توصل للرقم دوت خالص يعني. تمام. طبعا التغذيه بيشرف عليها اساتذه او دكاتره من الجامعه باستمرار يعني، على حسب كل فتره في خلال السنه. التغذيه في البقر الهولشتاين لها اهتمام خاص. تمام. من بدايه اليوم بدايتها بتبقى ازاي بقى؟ والله بالنسبه للبقر الحلاب بالذات بنبدا حليب مثلا 6 الصبح، كل 8 ساعات 2 الظهر، في الساعه 9 بالليل او 9 ونص 10 يعني. التغذيه طبعا بتاخد حوالي كل علف مركز وليكن 15 كيلو متوسط، المركز للبقر الانتاج العالي. تمام. كونسنتريت بس 15 كيلو اللي بالنسبه لعالي الاضرار يعني، في المتوسط الاضرار بينزل شويه، المنخفض بينزل شويه. بالنسبه للبقر السوبر في الانتاجيه بنميزه في حاجات كتير قوي. رقم واحد عنابر، تكون العنابر بتاعته مرتاحه كويس في الفرشه بتاعتها، تكون نظيفه بالذات في الشتاء. 2 التغذيه، بنهتم بالاضافات شويه في العنابر بتاعتها ونزود الطاقه لها عن البقر الاخر. كل ما تهتم بالتغذيه بتاعتها والمكان ما شاء الله تمشي معاك في اللبن بتاعها، في نفس الوقت تحافظ على الموسم التناسلي بتاعها. انا شايف هنا كل بقره ليها كود معين. تمام. او باركود. كلمني بقى على الكود، ومرتبط باي شبكه بقى؟ الكود مرتبط بشبكه النت، والبقره دلوقتي في انتنه في ودنها عليها كل المعلومات بتاع البقره، تاريخ الولاده بتاعتها وتاريخ الاعشار وتاريخ ان شاء الله هي فاضيه او عشر اللي تولد، وفي نفس الوقت انت جبت اللبن بتاعها. مجرد بقى تخش المحلب الباركود بيسمع على الكمبيوتر بقى رقم وليكن مثلا رقم 10، جابت لبن مثلا في الحلبه ديت 15 12 ايا كان الرقم بتاعها، معروف ان الحلبه اللي قبلها جابت كام والحلبه اللي قبلها جابت كام. تمام. لو في دروب في الحليب بطرف البقره فيها مشكله، قد يكون صحيه او مشكله تناسليه صراف او غيره. تمام. فمعلومات البقره كلها موجوده في الانتنه موجوده في ودنها، وكل بقره لها انتنه مختلفه عن الثانيه. طب احنا النهارده لو ما فيش مثلا نت النهارده، تمام، نتعامل ازاي مع البقره بقى؟ لا ما هو مسجل على الكمبيوتر من غير النت. يعني النت روت لو انا او صاحب المكان او غيره في اي مكان تاني عاوز اوصل للمعلومات عن البقره وفي مكانه بيوصل لها، دي موضوع النت يعني. لكن غير ذلك هو بيتسجل اوتوماتيك على الكمبيوتر يعني. طب بالنسبه لبرامج الكمبيوتر برامج التحصين، بالنسبه لبرامج التحصين طبعا في تحصينات اساسيه وفي تحصينات فرعيه. بالنسبه للتحصينات الاساسيه او التحصينات للانديميك الموجوده في مصر، الحمى القلعيه والوادي المتصدع والجلد العقدي والحمى الثلاث ايام، دي حاجات اساسيه. طبعا الحمى القلعيه كل 4 شهور، الجلد العقدي مرتين في السنه بالنسبه لتحصينات الهيئه. وربنا كرمنا بقى لنا سنه كده في تحصينات جايه من بره بالنسبه للجلد العقدي مره واحده في السنه، ما شاء الله جايب نتائج 100%. تمام. وبالنسبه لحمى الثلاث ايام برضك مره في السنه. احنا بنتعامل ازاي مع دور الانتاج الحيواني هنا في دمياط؟ كمسؤولين بالنسبه لاول حاجه لانتاج اللبن، احنا ده انتاج الحيواني نوعين، في انتاج لبن وفي انتاج لحم. احنا كمزرعه بتعتمد على انتاج اللبن، لكن في طبعا في ولاد المزرعه العجول الذكوره بتسمن تطلع في اللحم. انتاج اللبن طبعا هنا بنسلم الحمد لله لشركه بيتي وعادي سنوي. تمام. بسبب ترابط بيننا وبينهم بعقد بشروط مع بعض كل السنه. تمام. في هنا في دمياط في برضو مزارع صغيره ما بتقدرش تطلع للبيتي او جهينه والشركات الكبيره، بتتعامل مع مراكز التجميع يعني. في مراه ما شاء الله مراكز تجميع في دمياط كويس جدا يعني. اخيرا بالنسبه للتلقيح الصناعي هنا للمزرعه، التلقيح الصناعي دي حاجه اساسيه في اي مزرعه لان بيحسن سلاله ويحافظ على السلاله بتاعتك يعني.
اه في تحصين، في تلاح صناعي احيانا برضو، كل بقرة ما بتجيبش معاك فيها، بترجع للطبيعي، بس بنرجع للطبيعي بعد واحدة واتنين وتلاتة تلاح صناعي. تمام. لكن التلاح الصناعي زي ما قلت لك، رقم واحد حسن سلالة، اتنين بيحافظ على نقل الأمراض، تلاتة بيديك قطيع كويسة. وخلال زيارتنا شفنا مسؤول الإنتاج الحيواني بدمياط بوزارة الزراعة بيتابعوا جميع المزارع النظامية للأبقار الحلابة، وكمان المتابعة لمشروعات البتيلو وتقديم جميع التسهيلات للمربين للحصول على قروض مشروعات الإنتاج الحيواني لزيادة إنتاج اللحوم الحمراء والألبان. البربري مسؤول الانتاج الحيواني بدمياط، اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. انتوا هنا في دمياط عاملين شغل حلو بالنسبه للمشروعات الانتاج الحيواني. شكرا. احنا اخبارنا ايه بالنسبه للبتلو بقى البدايه؟ بالنسبه للبتلو، البتلو من المشاريع، من مشاريع الثروه الحيوانيه على مستوى محافظه دمياط. عندنا اقبال شديد من المواطنين على الحصول على القرض البتلو. بنبدا معاهم، بيجي يقدم طلب عندنا بان هو محتاج عدد من الروس. تمام. بنبدأ نعمل له معاينة للمكان اللي هو عايز ينزل فيه الروس دي، بنشوف الأمان الحيوي للمزرعة أو للمكان اللي هو هيبدأ ينزل فيه، بنبدأ نحدد له العدد اللي هو محتاجه تبع مساحة المزرعة اللي هو هينزل فيها أو هيستلم فيها البتلو. طبعا احنا عارفين ان البتلو بقى مشروع قومي بقالنا من 2017. بنبدا نوجه ان هو بيجي عندنا بعد ما بيخلص الاجراءات بتاعته، بيبدا ياخد القرض بتاعه يا اما بيستلم بتلو، بيستلم عجل صغير بيبدا معاه لحد الست شهور، ده لو هو مستورد. لو هو محتاج ياخد فلوس، بياخد القرض بتاعه على هيئه فلوس، وبعد كده هو اللي بيكون مسؤول عن شراء العجل الصغير ده. احنا بنتابعه وبننزله معاينات. اللي بيسدد القرض بتاع البتلو بعد سنه لو هو اخده فلوس. بالنسبه لي مزارع الابقار الحلاب، انا دلوقتي لو عايز اقدم على رخصه، بالنسبه للبتلو، بعد اذن حضرتك، البتلو مش شرط ان يكون المزرعه مرخصه، اهم حاجه ان هو يكون عنده مكان يقدر يستقبل فيه، واحنا بننزل نعمله معاينه ثلاثيه من وزاره الزراعه مع البنك الزراعي مع الطب البيطري. ده بالنسبه للبتلو. اما بالنسبه للمشروعات الحلاب على مستوى المحافظه، طبعا في اهتمام كبير جدا جدا الفتره دي بمشاريع الحلاب، لان هي ارتبطت طبعا بمراكز تجميع الالبان على مستوى المحافظه. بس بالنسبه للحلاب، اساس المشروع عندنا او البدايه بتاعه المواطن ان هو بيجي يقدم عندنا طلب لاجراء الترخيص، لان مزارع الحلاب في الغالب بيكون مرخصه، بننزل نعمل له معاينه. المعاينه دي بعد استكمال الاوراق المطلوبه لاجراء الترخيص بتاعه، بنبعت المعاينه مع الاوراق بتاعته لوزاره الزراعه، وبنبدا نطلع له الترخيص بتاعه. بعد ما بياخد الترخيص، لو هو محتاج ان يزود المزرعه بتاعته، يعني ممكن المزارع يكون المزرعه بتاعته بتاخد مثلا 20 راس، هو ما عندوش الا 5 أو 3، لما بيجي يرخص بيبقى في امكانه انه ياخد قرض وبيسده على 5 سنين بعائد 5%، وبيكمل بقيه المزرعه بتاعته. طبعا الفتره الاخيره دي في اقبال شديد جدا على الترخيص لبدايه اخذ القرض عشان يبدا يسد الفراغات اللي موجوده عنده في مزرعته، وبالتالي بترجع على الانتاجيه للالبان على مستوى المحافظه. طب بالنسبه لمشاريع الانتاج الحيواني والانتاج الداجنه هنا في دمياط، مشاريع الانتاج الحيواني عندنا بالنسبه للفتره دي، اهم مشاريع عندنا احنا قلنا البتلو والحلاب. الحلاب بيلاقي اهتمام كبير جدا. عندنا مشاريع الدواجن، مزارع الدواجن. دلوقتي احنا بندعو بالنسبه للحلاب الاول، احنا بندعو المزارعين الفتره دي ان هو يبدا يحول المزرعه من حلابه اليه من حلابه يدويه لحلابه اليه، بحيث ان هو اللبن اللي هو بيستلمه المركز التجميع يكون ما لمستوش ايد تماما، وبيكون محلل طبعا ضد السل والبروسيلا من قبل الطب البيطري. ده بالنسبه للمزارع المشاريع اللي هي الخاصه بالحلابه بالمزارع الحلابه.
بالمزارع الألبان. بالنسبة لمزارع الدواجن، احنا بنعمل دعوة على مستوى المحافظة ان احنا نحول من المزارع المفتوحة للمزارع المغلقة، لان طبعا المزرعة المغلقة بتوفر في الفترة بتاعت الدورة، الدورة بالنسبة للمفتوح تقريبا دورة التسمين بتاخد 40 لـ45 يوم، لكن بالنسبة للإغلاق لو هو أغلق المزرعة بتاعته بيقدر يطلع الفراخ بتاعته أو الطيور اللي هو مربيها بعد 33 يوم بنفس الوزن اللي بيطلع بعد 45 يوم. عندنا مزارع كتير على مستوى المحافظة. وشفنا مزرعة إنتاج الألبان بدمياط بتورد ألبانها عالية الجودة إلى أكبر مصانع الألبان. وعلى فكرة المزرعة مصممة بمقاييس أوروبية، شوارع بين الحظاير ومظلات بتغطية تلتين المزرعة علشان تمنع ارتفاع درجات الحرارة والتقلبات الجوية، كمان كل الحظاير في اتجاه المحلب والكل حظيرة مدخل، وإشراف بيطري كامل ومتابعة لبرامج التغذية. المهندس احمد خالد مسؤول التغذيه بالمزرعه، اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. عرفنا بقى هنا احنا ايه بنتعامل ازاي مع البقره من بدايه اليوم. والله احنا بنبدا هنا الشغل من الساعه 6 بالنسبه للتغذيه، بنبدا ننزل مكاسر الحلاب الاول بتسلسل العنابر الحلاب اللي احنا حاطينها هنا، بنبدا بيطلع السوبر الاول اول حاجه للمحلب، ببدا اكون انا في الوقت ده بنزل له التغذيه بتاعته. تمام. بعدها ببدا العالي بنزل التغذيه بتاعته في خلال ان هو وهو خارج من المحلب بيلاقي التغذيه بتاعته موجوده فين على الطوائل واحنا وهو داخل العنبر. تمام. وبعد كده المتوسط اللي هو يعني انتاجه مش عالي قوي. يعني بتاكل قد كام وجبه بقى البقره في اليوم؟ انا باكل 3 وجبات في اليوم. تمام. وجبه الساعه 6، وجبه الساعه 2، وجبه بنعلفها متاخر شويه على الساعه 12 كده بحيث ان الليل طويل فاحنا البقر ما يجوعش. احسن عاد للبقر يبقى. والله احنا هنا شغالين مع الحلاب كسوبر باكل 8.5 ذره، 4.5 صويا، وكيلو بذره كتان. تمام. بجانب الاضافات طبعا. تمام. بالنسبه للبقره العشار احنا بنتعامل ازاي هي معاها في المزرعه هنا؟ والله البقره العشار هنا مجرد ما بيتم فحصها ان هي فعلا عشار بعد 35 يوم من التلقيح سواء طبيعي او صناعي، ببدا اشتغل معاها ان انا عادي علفتها عادي جدا لحد عمر شهر 7 شهور، تبدا تدخل مرحله تجفيف عندي، تبدا تاخد محقن في الدرع بحيث ان انا اجففها لفتره ايه الفتره اللي هي الشهرين قبل الولاده. تمام. قبل الولاده ب 20 يوم ببدا انقلها في مرحله ثانيه اسمها الانتظار. تمام. بتقعد فيها فتره 20 يوم. في ال 20 يوم دول بقى انا ببقى متابعها، او العامل المسؤول عن متابعه الولادات متابع البقر ده، لان ممكن في خلال ال 20 يوم دول تولد في اي وقت من دول. الرضيع الصغير او المولود الصغير بنتعامل معاه ازاي بقى؟ احنا بنبدا مجرد ما العجل بيتولد طبعا بياخد الجرعه بتاعته بتاعت الاسهال والتحصينات بتاعته، وابدا احلب السرسوب وارضعه. هي اهم فتره في حياه الرضيع اول 8 ساعات، اول 8 ساعات من نزوله لازم يشرب فيهم كميه لبن تكون كافيه ونظيفه بنفس الوقت، لان السرسوب طبعا بيختلف عن اللبن العادي في حيث البروتينات والاجسام المناعيه وكده، فده تاسيسه على اساس كده ببدا اهتم بيه، وبعد كده ببدا امشي معاه المكونات الغذائيه بقى المعه. تمام. انا شايف هنا في المزرعه عجول تسمين. في هنا عجول تسمين بقري وجاموس، البقري من انتاج المزرعه هنا والجاموس بنلمه من الاسواق. مهندس الحسن فراج مسؤول مراكز تجميع الالبان بدمياط، اهلا بيك. اهلا بحضرتك. قول لنا بقى احنا هنا اخبارنا ايه في دمياط بالنسبه لمراكز تجميع الالبان؟ احنا عندنا في دمياط 15 مركز تجميع جرى تطويرهم وترخيصهم، احنا بنسعى ان احنا نطور المراكز دي ويحصلوا على يعني شهادات عاليه وينتجوا البان ومنتجات البان ذات مواصفات جوده عاليه. تمام. وانتاج كوب لبن نظيف تبع تعليمات الرئاسه والمبادره الرئاسيه. احنا طبعا بالتعاون مع الانتاج الحربي بيتم توريد المعدات والأجهزة اللازمة للتطوير. الأجهزة يعني أو مواصفات مركز التجميع لازم يكون في حالة استقبال تكون مفصولة عن التجميع، وفي بعد كده الفلاتر
بعد كده تنكات التبريد. ولازم اهميه التبريد والتجميع ده، ان لو في مثلا كميه البان موجوده في في مركز التصنيع، ان هي لو هتبات تبات مبرده، ما تباتش مثلا، ما يحصلش، نحافظ على اللبن بجوده عاليه. يعني انت النهارده بالنسبه انا لو عايز اعمل مركز تجميع البان او عايز اطور، اروح فين استفيد ازاي من المبادره الرئيسيه؟ التوجه للاداره الزراعيه، هيتم عمل معاينه مبدئيه للمركز. تمام. وبعد كده بنعرفه الاشتراطات المطلوبه للمركز والتجهيزات والمواصفات المطلوبه لكل معده والكلام ده. بعد عمل المعاينه بيتم التوجه للانتاج الحربي او لاستلام المعدات بفائده طبعا ميسره لمده 8 سنين. احنا بالنسبه للمتابعه، احنا بنتابع ازاي مراكز تجميع الالبان؟ بنتابع عن طريق المرور الدوري عليهم لمتابعه اللي تم تطويره باستمرار. بيتم عمل متابعات من الزراعه والبيطري لمتابعه التطوير مع المراكز باستمرار. اخيرا، انت شايف تطوير مراكز تجميع الالبان هنا في دمياط شايفها ازاي؟ هي عشان دمياط من المحافظات الرائده في صناعه الالبان، فالتطوير ماشي الحمد لله، يعني بصوره كويسه باذن الله. الحمد لله.